على سلامتكم وعيدكم مبروك. فريق الكاميرا الخفية اخرج للشارع التونسي باش يشرك المواطنين في كذبة بيضة. مشاهدة طيبة. مواطن باش نسألوه على الأسعار، الفرق ما بين أسعار العام اللي فات وأسعار السنة. مرحبا بك. وبيك عشوية. اسمي فاخر. فاخر. الأسعار نار مش الأسعار. الزوالي ما يعيدش وما يعمل حتى شيء. رمضان عيد صغير من بعد لونتري صغير. استاذ كل يوم سبعة وكل يوم الأسعار بيني وبينك. نفرح بك. نفرح شوية مثلا. إذا سادتي أو نسي سادتي المواطن. مش قلت المواطن، قفة المواطن، عيشة المواطن. هذه كلها مربوطة بمسؤولية الجميع. مرحبا بك سيدي. عايشك وبيك عشخويا. اسم سيدي؟ فاخر. فاخر. فاخر قداش عمرك؟ عمري 25 سنة. متزوج؟ مازلت. ربي ان شاء الله يسهل. عايش. حبيت نسألك فاخر ال ال العيشة، الثمن، الأسوام، الغلة، الخضرة، اللباس، الفرق ما بين العام اللي فات والسنة. عام السنة خير شوية من العام اللي فات. يرحم والدي. والدي انا والديك. والاسعار مناسبه للناس الكل، كيما الزوالي كيما اللي عنده فلوس، الناس الكل تعيد وناس الكل تشق فترها وناس الكل مريقلين. ما بتحد بلاش. ما بتحد بلاش في تونس، خاطرنا نحبوا بعضنا. الحمد لله. بارك الله فيك. هذه لمحه من سي فخر، نتمنى لك باذن الله عيد سعيد. عباره واحد معناها قاعد يدور في البركه، عرفت البركه؟ عشان معناها في البركه كل شيء غالي، كل شيء. بس استوب. رخيص. اي صافا. باش نبداو. صافا سي رمزي. شنو صافا الوضع؟ لاباس لاباس الحمد لله. اما ارخص عيشت العام اللي فات ولا السنه؟ لا لا السنه ارخص. يرحم والدي. بالنسبه للدلاعه شبيه الدلاعه؟ قداش المتر؟ في معناها شنو الاسوام؟ نتاع الدلاعه فما 300 فرانك وفما 200 فرانك. انا 200 اقسم بالله انا ريتها. ما قلت لك قلت لك عاوني هذا عورت. فما 100 فما زاد 100 فرانك. طبعا 100 فرانك. لا كيف باش تشوف قبيله اللي يعني 150. ايوه صحيح. تو بعث لي المونتاج يجيب. العيشه زادت، زادت غلات. من انا؟ الملابس الجاهزه مثلا، الحم، الحوت. ليه؟ ستوب ستوب. ليه؟ شوف كل راهو كله الحم اللي فات غلى شويه، صناعه ونخس وصبعه وخضره عرفتي. هذا كيك ما هو. اذا نعاودوا. حسنا حسنا سي صحي تعمل روحك انت جاي وانا نديلك برا ما نكذبش حتى تعرف. السنه فما نوعا ما انخفاض شويه في الاسعار. تو احنا كي ندخلوا مثلا السوق المركزيه في تونس نشوفوا اللي معناتها الخضره نقصت شويه. الحمد لله. مقارنه مع عمناوي فهمتي؟ عمناوي الفلفل ب 2400 السنه ب 1600 بارك حتى مقارنه مع وسط العام يعني مع بدايه السنه. انا البارح الدلاعه معناها الكيلو ب 80 فرنك. اي ثم الحمد لله. ثم اي ثم اي. احنا نورمالمون ما نكذبوش برشا نشدوا صورت لها. تو كان انا قلت لك معناها كاو تشرح في البيت. لا نعاودوها. تو قول لي كل شيء غالي ونتصور ربي يسلك الباب هذه على خير. اذا المعيشه الفرق بين رمضان اللي فات والسنه. غاليه غاليه المعيشه، غاليه المعيشه والله يسلك على خير. كيلو دلاع ب 800 فرنك وصل. مش معقول. بطيخ قداش؟ بطيخ 500 600. الكعبه ولا الكيلو؟ لا الكيلو. شفت يا خويا، شفت كيلو الفلفل ولا اغلى من البنان؟ معناها الواحد يعمل ولا يعمل كسكسي معاش بالفلفل بالبنان. بالبنان. حلقيت معنوس قداش؟ معنوس؟ لا قبس فلوس. كيفاش؟ قداش يبيعوا فيها؟ شنو؟ 50 نحنس هذيك. لا لا سخونه سخونه. 50 وانت كي تجي تهزها تهزها سخونه ولا بارده؟ شنو نهزها؟ قداش؟ شنو هي؟ 50 معلس. تشبيك تقلنديد. يظهر لي المواطن هذايا الكارت مار نتاعو ضربت. الفرق في القفه، في غلاء القفه نتاع المواطن، غلاء المعيشه. اما ارخص العام اللي فات ولا سنه؟ كل عام كل عام اللي فات. العام اللي فات. العام اللي فات العام اللي فات أغلى. لا كل سنة معناها رخيصة.